بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، يا خير خلق الله. السلام عليك وعلى آلك الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. جحدوا إلى المرتضى ولكم وعى، منه له قلب وأصغى، مسمع وبما جرى من حقدهم ونفاقهم في بيته كسرت لفاطم أضلع، وعداو على الحسن الزكي بسالف الأحقاد حين تألبوا وتجمعوا، ما زال مضطهدا يقاسي منهم غصصا بها كأس الردى يتجرع حتى إذا نفذ القضاء محتما أضحى يدس أضحى يدس إليه سم منقع حتى بالسم تقطعت من أحشائه وتفتتت بالسم من أحشائه كبد لها حتى الصفا يتصدعون.
تقيا الإمام الحسن كبده في ذلك الطشت، أمر بأن يرفع ذلك الطشت. التفت الإمام الحسين إلى العباس قل له الطشت شيله، ذايب فادي علي شيله يا خويا، لا تشوف الهاشمية شيله وغيبة ذوبتني من هالنياح، ضم بوسط الدار واترك صفقة الراح، من هالمرض ما يقوم أخونا شبيدنا راح، بالسم جبدة مقطعة يا ابن الشفية. قام البطل عباس ودموعه غزيرة، شال الطشت محزون يصرخ بالكثيرة، من هالمرض الله يرد شيخ العشيرة، يا ريت روحي لك فدا يا ابن الزكي. خلى الطشت في زاوية وستر قباله، عود يحن ويصفق يمين بشماله، ينادي يا اخوي حسين اخوك شلون حاله، قال للشهيد وعبرته بخده جري، خلي البواجي وشوف يا غلي على الباب، ظن الوديعة مخدرت دحاي الأبواب، أقبل أبو فاضل ودمع العين سجاب، عاين الحورة تنوح نوح الراعبي، صاحت يا ابو فاضل يا سردال الحريبة، بالله تخبرني اش حلت من مصيبة، قال غال حسن قطعة ومن الدنيا نصيبة، يا اختي جبدة مقطعة بسموم الدعية، دخلت بلي شعور مذعورة الحزينة، شافت أخوها مددي جاذب ونينة، طاحت عليه تصيح يا نور المدينة، يا ريت شبدي قبل شبدك من فري. الحكم والمرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سيد الرسل وهادي السبل أبو القاسم محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الحسن بن علي فاعرفوه،
فوالله إنه في الجنة ومحبي في الجنة ومحبي محبي في الجنة. نقدم العزاء في هذه الليلة العظيمة وبهذه المصيبة الأليمة إلى صاحب العزاء إمامنا الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه وصلوات الله وسلامه عليه باستشهاد جده الإمام الحسن المجتبى كريم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الحسن المظلوم الذي من أحبه فقد أحب النبي صلى الله عليه وآله، الإمام الحسن الذي تحمل ما تحمل من الظلم من أجل حفظ هذا الدين ومن أجل حفظ شريعة النبي صلى الله عليه وآله، الإمام الحسن الذي قاسى ما قاسى من بني أمية لا سيما من معاوية، وليس معاوية فقط هو الذي تجرأ على ظلم الإمام الحسن، وإنما من تجرأ على ظلم الإمام الحسن وأذية الإمام الحسن منهم مروان بن الحكم الوزغ بن الوزغ، كذلك منهم الأشعث عليه لعائن الله، وهناك كثر ممن تجرأ على ظلم الإمام الحسن وتحمل الإمام كل ذلك من أجل الدين ومن أجل شيعته، تحمل الإهانة، تحمل الظلم. ظلم الإمام الحسن لم يكن فقط هو قتله بالسم، وإنما الإمام الحسن كان يتعمد معاوية إهانته في مجلسه، يأمر بإحضار الإمام الحسن ويأمر من يصعد على المنبر ويسب ويشتم أمير المؤمنين بمحضر من الإمام الحسن. وهناك من تجرأ وضرب الإمام الحسن بخنجره في فخذ الإمام الحسن حتى بقي الإمام الحسن أيام على فراشه، وهناك من قال له السلام عليك يا مذل المؤمنين، وهناك من قال له لقد كفرت يا حسن كما كفر أبوك من قبل، وكم قاسى وتحمل من أجل الدين ومن أجل شيعته، غير أن معاوية في مرات كثيرة يحاول قتل الإمام الحسن، يدس إليه السم كثير، ولكن السم لا يؤثر في الإمام، حتى أرسل معاوية إلى ملك الروم أن يرسل إليه سماً قتال، أرسل ملك الروم إلى معاوية سماً، تقول الرواية هذا السم لو وضع في البحار لماتت الحيتان. اتفق معاوية مع الأشعث، الأشعث هو والد جعدة أو جعيدة بنت زوجة الإمام الحسن، هذا الأشعث اللعين اشترك في قتل أمير المؤمنين واشترك مع ابنته في قتل الإمام الحسن، وأبناؤه اشتركوا في قتل مسلم بن عقيل وقتل الإمام الحسن، فاتفق معاوية مع الأشعث على قتل الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، فأرسل هذا السم إلى معاوية واتفق
إلى أن يصل هذا السم إلى جعيد وتقتل به الإمام الحسن. معاوية أغرى جعيد بالمال بالممتلكات، وإذا قتلت الإمام الحسن ومات الإمام الحسن يزوجها من ولد يزيد، هذه اللعينة قبلت. قبل أن ندخل في المصيبة، إن شاء الله ليلة الجمعة في هذا المكان الشريف تقام سفرة أم البنين صلوات الله وسلامه عليها. في هذا المكان الشريف في ليلة الجمعة على نفس الوقت إن شاء الله الساعة 7:30 يكون في هذا المكان. نسأل الله عز وجل بحق الإمام الحسن كريم أهل البيت وبجاهي وشرفي وعظمة أم البنين أن يقضي جميع الحوائج، وأن يشفي جميع المرضى، وأن يسهل كل أمر عسير. والطالبين الذرية بحق الإمام الحسن وبحق أم البنين نسأل الله أن يرزقهم بالذرية الصالحة بحق الإمام الحسن بحق أم البنين ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. فأخذ الأشعث ذلك السم وأوصله إلى جعيد، صارت اللعينة تتربص الفرصة بالإمام الحسن، حتى جاء ذلك اليوم وكان شديد الحرارة. جاء الإمام الحسن إلى الدار وكان صائما، وإذا باللعينة قد وضعت ذلك السم في لبن ومزجته بالعسل، ثم قدمت قدح اللبن إلى إمامنا الحسن، شرب منه الإمام. ما إن وصل هذا اللبن المسموم إلى جوفه إلا وارتعشت يداه وسقط القدح من يده، صح ونادي وإماما، قال لها: قتلتيني يا عدوة الله، إنه مناك وسخر منك. قام الإمام الحسن اتجه إلى دار عياله، ألقى بنفسه على فراش المرض، على فراش الموت، أرسل إلى أخيه الحسين، جاء الإمام رأى أخاه على تلك الحالة، انكب عليه ينادي: وأخاه، الله لا يفجع قلبك على أخوك، والله لا يحسر قلبك على أخوك. جلس الإمام الحسين عند رأس الحسن يبكي، يرى أخاه الحسن قد تغيرت ألوانه، أصبحت ألوانه تتحول إلى الأخضرار والإصفرار. آجركم الله، بقي الإمام الحسن 8 أيام على فراشه، اشتدت به العلة، التفت إلى أخيه الحسين قال: أخي أبا عبد الله، ادن الطشت مني، أدنى إليه الطشت، وإذا بالإمام الحسن يتقيأ كبده في ذلك الطشت، صح ونادي وإماما. الليلة خلي صرختك على الإمام الحسين كصرختك على الإمام الحسين، وحسرتك على الحسن كحسرتك على الحسين، وألمك على الحسن كألمك على الحسين. هذه الليلة اجبر خاطر الزهراء
اجبر خاطر الحجة، اجبر خاطر رسول الله بصرختك وأنت تنادي وحسنا. قال الإمام الحسين: أخي أبا محمد، ما هذا الذي تقيته في الطشت؟ قال: أخي أبا عبد الله، اعلم أني سقيت السم مرارا، لم يؤثر فيني مثل هذه المرة، وإن هذا الذي في الطشت هي كبدي يا أبا عبد الله. صح ونادي وإماما. بكى الإمام الحسين يلطم على رأسه ينادي وأخا. قال الإمام الحسن: أخي أبا عبد الله، لا تبكي، أنا أموت وأنت عند رأسي، لهفي عليك لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. صار الإمام الحسن يخبر الحسين بما يجري في كربلاء: زينب كانت واقفة عند الباب تسمع حكي الإمام الحسن للحسين، زينب واقفة تسمع كلام الحسن يوصي حسين، يخبر بكربلة وهو العاشر والدمع صوبين. إذا عندك دمعة وحسرة طلعها بهالأبيات. يقل بشهر عاشور يا ابن أمي تبقى حاير وعطشان، ومن السهم المثلث بتتعفر على التربان. جوادك للخيم بيروح وتطلع صارخ النسوان، قدام النسا تنادي الوديعة وتصفق الكفين. آيا قشرة الأيام. الله الله، ايش هالمصيبة ها. آيا حالة القشرة، يشوفونك بذاك الحال، بيا حال يا أبا محمد. آيا حالة القشرة، يشوفونك بذاك الحال، طايح يا ضو عيوني ومتمدد على الرمال. يا صاحب الزمان، يشوفون الشمر دايس يا خويا صدرك بالنعال، اصرخ ونادي وحسين. وبسيفه يحزن حراك يا ابو اليمه ويا نور العين، حنت زينب الحره وبخدها الدمع منثور، صاحت يا الحسن خليت قلبي مروع ومكسور، كل هذا علينا يصير، كل هذا علينا يصير يا ابن أمي بشهر عاشور، أتمنى قبل هاليوم عاجلني يا خويا البيت. يلتفت الإمام الحسن إلى زينب يقلها: مو بس هذه المصيبة اللي تصير يا زينب، بعد شي يصير أخويا. يقلها: يا زينب، عقب ذبح حسين والأنصار وإخوانه
على ناقة يودونك أسيرة بقيت حيران. هذا الشطر إلك يا غيور وتدخلين يا خيّة على الظالم بديوانه وراس حسين قدامك يضرب يزيد وتنوحين آجركم الله اشتدت حالة إمامنا المجتبى ثقل حاله لما أندنا حينه وقرب رحيله مثل يوم غد صار يوصي أخاه الحسين بوصايا الخاصة والعامة سلمه مواريث النبوة والإمامة ثم اتجه الإمام الحسن إلى القبلة وهو ينادي أستودعكم الله خليفتي عليكم وعند احتضار الموت مدد الإمام يديه ورجليه أغمض عينيه عرق جبينه سكن أنينه انقطع نفسه يا الله تدلت رقبته يا علي يا علي يا علي يا رسول الله وإذا بالإمام فاضت روحه أين الصارخون وإمام وحسنا صرخ الإمام الحسين وأخاه ضجت المدينة بأهلها والكل ينادي وإماما لكن سرعان ما اتجه أهل المدينة إلى البقيع يوجهون الخطاب إلى الزهرة يقولون نوحي على الأولاد يا زهرة الحزينة في كربلاء واحد في المدينة وتفرقوا عنك وصار الشمل تبدين واحد من جعيده قضى واحد من يزيد واحد دفن عندك واحد عنك بعيد والي قبر الحسن عندك وقبر حسين وين نصبه يا زهرة اليوم في بيتك عزية بالدار ناصبها غريب الغاضرية يبكي على عضيد الحسن مسموم أخيا ليتك يا زهرة اليوم حالة تنظرين كأني بالجواب من الزهرة الأبيات أسألك الدعاء للطالبين الذرية وللعند حاجة وللعند مريض بهالأبيات يوقف وقفة ويا الزهرة وقفة حسرة ولا البتولة تصيح أدري بالجرى وصار كل ما على ولادي يصير تجيني أخبار وقلبي على ولادي يا شيعة مشتعل نار وأنا أحب
العين وابكي وعبراتي جري مدري يشي على اي فجيعة اهل دمعي ابكي يا خلق الله ابكي الغصب حقي لو ابكي الكسر ضلعي نوب يا خلق الله على المسموم انعي ونوب على اللي تذبحه وفي الغاضري ولهفة على ابن بنت محمد ماذا يقاسي من قديم ديون يا الله أسألك اللهم وندعوك بكريم أهل البيت شافي مرضانا أقضي حوائجنا يسر أمورنا سهل مطالبنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا كف أيد الظالمين أن تصل إلينا اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا رب العالمين شفاء المرضى قضاء الحوائج أرواح موتانا إن شاء الله للتذكير ليلة الجمعة إن شاء الله تقام في هذا المكان الشريف سفرة أم البنين على نفس الوقت إن شاء الله الساعة 7:30 شفاء المرضى قضاء الحوائج أرواح موتانا موتاكم موتى المؤمنين والمؤمنات لا سيما إلى أرواح أموات المسببين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات.